نحن عايشين في مو أكثر من كونتراديكسيون، معناتها تقولي عايشين في مجتمع سكيزوفريني شوية. بديت فكرة الكتاب وقت اللي سألنا على منين جاي الفصل هذا، وما كانش حتى حد عنده الإجابة. طلقت من هنا فكرة الكتاب إنه نعمل بحث في التاريخ في العالم، ونحاول نخرج كل لي دوكيومون باش من الأرشيف. صحيح جزء منه يعود للنظرة الإسلامية للمثلية الجنسية، اللي هي جرم المثلية الجنسية وتعتبرها حاجة مخالفة للطبيعة. مؤسسات البحث نتاعنا مع الأسف ما تهتمش بكل ما هو تاريخ اللي على الهوامش. يعني أكبر مشكلة في الفصل 230 مش فقط وأنه الفصل قام على الحريات، هو فصل غير واضح تماما. الفصل هذا في نسخته العربية يتحدث عن اللواء والمساحقة، وفي نسخته الفرنسية يتحدث على السودومي بما معنى العلاقة الجنسية الشرجية، وهذا يعطي للقضاة ويعطي للقوات الأمن مجال كبير في انها لانتربريت لا لوا، يعني تفسر القانون.